في لبنان المصائب لا تأتي فرادة، مستنقع من المشاكل والكوارث، تبدأ من طوابير الذل على عتبات المصارف والمخابز، ولا تنتهي عند الفساد المستشري في مؤسسات الدولة، وحال البلاد من حال تيارها الكهربائي، ظلام دامس وقتامة ما بعدها قتامة. وكل هذا لم يعد كافيا لتتوقف الطغمة السياسية عن العبث، فهناك من يريد للبنان أن يدور في حلقة مفرغة ولا يرى بأسا في خراب الدولة ومعاناة الشعب طالما أن مصلحته واعتباراته تسير على ما يرام. والمناورة العسكرية الأخيرة لحزب الله وإن كانت تحمل شعارات الحزب وتهديداته لإسرائيل، إلا أنها تأتي في وقت يكثف فيه حزب الله مساعيه لإحكام قبضته على لبنان، وحقيقة تلك المناورة هي رسالة داخلية أراد الحزب إيصالها، ومفادها أنه لن يتردد في استخدام سلاحه وقوته لإحكام قبضته على لبنان. رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي التقط الرسالة، وخرج في تصريحات يؤكد فيها أنه لن يسمح لحزب الله باستخدام سلاحه داخل لبنان، وشدد على أن المناورة تأتي ضمن الممارسات التي تهدد سيادة البلاد، مؤكدا على أن الدور الوحيد لسلاح حزب الله هو مقاومة الاحتلال الإسرائيلي. وذكر في تصريحات جديدة أنه لن يسمح باستخدام سلاح حزب الله داخل لبنان. لكن ميقاتي الذي انتقد مناورة الحزب الأخيرة على مضض نسي ما يقوم به الحزب من إنهاك مؤسسات الدولة وانتهاك القوانين. وعند الحديث عن أزمة الفراغ الرئاسي التي يفتعلها ويغذيها حزب الله الذي يفضل الفراغ على انتخاب رئيس تهمه مصلحة لبنان أكثر من مصلحة الحزب، عزى رئيس الحكومة أسبابها لإشكالات تشغيلية في النظام الانتخابي، وطلب إيجاد حلول ضمن اتفاق الطائف تحول دون ما تكرر خلال 18 سنة عاش لبنان 3 منها دون رئيس. غير أن أصغر طفل في لبنان يعرف أن ما يحول بين لبنان ورئيسه هو حزب الله الذي يتعامل مع البلد كملكية خاصة. لكن ومثلما غض ميقاتي نظره عن الجرائم التي يرتكبها حزب الله وتجاوزاته الفاضحة لمؤسسات الدولة، يغض نظره الآن عن الحقيقة المرة التي تؤكد عجز الدولة عن التصرف في أي اتجاه طالما بقي هناك من يلوح بالسلاح بين الفينة والأخرى لفرض أجنداته. وفي الملف الاقتصادي تعود المعضلة نفسها، فبحسب ميقاتي نفذت الحكومة متطلبات البنك الدولي التي وضعها كشروط لمساعدة لبنان على الإفلات من الانهيار، والتي شملت إرسال الإصلاحات المطلوبة للبرلمان وإنشاء هيئة مكافحة للفساد. لكن هذا كله لا يعني شيئا إذا لم تنتهي عملية انتخاب رئيس الجمهورية. وحول قضايا الفساد وحاكم مصر في لبنان رياض سلامة، أرجع رئيس الحكومة الأمر إلى القضاء اللبناني، مستبعدا إمكانية إقالة حاكم المصرف، وطلب من مجلس النواب دراسة خطة التعافي التي قدمتها الحكومة بشكل جاد، معتبرا أن كل ما حصل تتحمل الدولة مسؤوليته. طاحونة من الكوارث الاقتصادية والسياسية والاجتماعية تتوقف كل مساعي الخروج منها أمام حالة الشلل التام التي أرادها حزب الله لكل مفاصل الدولة، التي وصلت لمرحلة مستحيلة من الفشل ولا تمتلك القوة لتقول كلمة لا. وليس هناك جواب لصرخات المواطنين إلا الصدى، فهل كتب على لبنان وشعبه أن يبقى تحت سطوة القوة العسكرية للحزب؟ وإلى متى سيبقى حديث الساسة في السياسة لا يعد كونه ترتيبا للمصالح تحت الطاولة وتصريحا بالعمل على الحلول فوقها؟